طيب ابو تركي، في ناس استغربوا من ظهور الطاقم قبل تتشينه، يعني تسرب قبل يومين عن طريق يوزر معين، حتى ظهرت الصورة عليها توقيع معين، مروة داش 24 قبل يومين. نعم. العميد فهد المشيق قال بنفتح تحقيق، قال ممكن انه عن طريق الجمارك وانها توصل لكذا مرحلة حتى توصلنا. انت ايش رايك؟ تسريب من عندكم او؟ انا لا اعتقد، لانه الاطقم متوفرة سواء عبر المنافذ او متوفرة من اكثر من 3 اسابيع. والتسريب صار من فترة ظاهر من يومين. زين، فاحنا ما ودنا والله ندخل بالتفاصيل او نعرف، احنا اللي يهمنا انه الجمهور انه يشوف التدشين اليوم بشكل رسمي، ياخذ المعلومة من المصدر الصحيح، والامور هذه هي شر لا بد منها. احنا دائما تصير في كل عمليات التسريب او عمليات نشر سبق صحفي او، فهذا لابد منه، ولا ودنا والله ان نتوقف. احنا نبي نطور شغلنا ونطور امورنا التسويقيه افضل من نركز وين المصدر، وهذا شيء صعب انك تتبعه ابدا.